يحصل الأشخاص الذين لا تكفي أموالهم للحياة على دعم من جوب سنتر المحلي. لا يمكنني العمل بدوام كامل بسبب أطفالي الصغار. هدفي هو التأهيل المهني. في جوب سنتر أحصل على الاستشارة عن الإمكانيات المتاحة. أنا عاطل عن العمل منذ 5 سنوات. تقدمت لي أكثر من وظيفة لكني لم أجد وظيفة ثابتة. أحصل الآن على الدعم من جوب سنتر. صعب أن يعيش الإنسان بالحد الأدنى من الأجر ولديه أسرة وأطفال. لهذا أنا سعيد أن يقدم جوب سنتر المساعدة لي. تجدون في جوب سنتر الموظفين المختصين بالتواصل عن أهم الموضوعات: العمل والتأهيل المهني والأمور المالية. بجانب الاستشارة الشخصية توجد أيضاً مساعدات مالية. وينقسم الدعم المالي إلى: الدعم في الحياة اليومية، السكن والتدفئة، الاحتياجات الفردية، الدعم المالي الإضافي لتعليم الأطفال. يحصل مانفريد على ريجل بيدارف، وهو عبارة عن النفقات التي تدفع للحياة اليومية، وتعني الحاجة إلى أونتركوفت ونهايتسونغ، التكاليف المعقولة للإيجار والتكاليف الجانبية. وتختلف تكاليف السكن في ألمانيا بتفاوت، لهذا فإن كل جوب سنتر يحدد ما يراه معقولاً. السيدة أنا تعول أطفالها بمفردها، لهذا تحصل لأطفالها على مير بيدارف. يمكن للأطفال الذين يعيشون في عائلات لديها القليل من النقود الحصول على مساعدات من أجل بيلدونغ أونتايل هابا، وهو عبارة عن مساعدات من أجل التعليم والرياضة والأنشطة الثقافية وقضاء وقت الفراغ. ويمنح جوب سنتر أهمية خاصة للاستشارة الفردية عن العمل، ويقدم الدعم في المجالات التالية: الاستشارة الشخصية، الدعم العملي في البحث عن الوظيفة، التأهيل، وكذلك التوسط لتوفير عروض التأهيل المهني والعمل. يمثل التأهيل المهني أهمية للسيدة أنا، وتناقش مع مقدم الاستشارة العروض المختلفة التي تتلائم مع ظروفها المعيشية. على سبيل المثال، التأهيل المهني بدوام جزئي أو التدريب لتغيير مجال العمل بدوام جزئي. كي يتمكن من معاودة العمل في وظيفته، يحتاج مانفريد إلى دراية بالحاسوب، ويحصل عليها من خلال الدورات التدريبية المتقدمة. لكي يتمكن من ترتيب ديونه، يذهب حسن إلى مركز استشارات الديون، وتساعده خطة التخلص من الديون والمشاركة في الدورات التأهيلية المتقدمة في تحسين ظروفه. حصلت في الاستشارة على الكثير من المعلومات عن التأهيل المهني بدوام جزئي، وبهذا يمكنني التطور مهنياً كما وأكون بجوار أطفالي. دفع لي جوب سنتر تكاليف التدريب لتعلم الحاسوب. تعلمت الكثير وعثرت أخيراً على وظيفة. ويساعد الموظفون في جوب سنتر ومركز استشارات الديون بشكل حقيقي، والهدف من التدريب المتقدم هو المساعدة بالفعل على كسب المزيد من النقود.